الواحد. تعمل دون انقطاع ليلا ونهارا متنقلة من مكان لآخر في سبيل حماية المواطن وممتلكاته. إنها الملازم الأول للشرطة حد دهميسي. اختارت نفسها مهنة عاشقتها منذ صغر وقادتها أحلامها البريئة إلى جهاز الأمن الوطني. أكيد أني انضممت إلى سلك الشرطة عن قناعة منذ الصغر وإيمانا مني بالرسالة النبيلة والإنسانية التي يقدمها هذا الجهاز، والحمد لله الحلم أصبح حقيقة، حيث أنني أمارس مهامي جنبا إلى جنب رفقة زميلي الرجل في جو أخوي. أنا متحصلة على شهادة ليسانس في العلوم الإدارية والقانونية، الأمر الذي جعلني على دراية كافية بالإجراءات القانونية، وهو ما سهل علي الأمر للعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطرف. رغم الصعاب التي تواجه هذه الشرطية، إلا أن حد ميسي تعمل جاهدة وبشجاعة في الميدان، إيمانا منها للحفاظ على أمن وسلامة المواطن وتقديم خدمة أمنية راقية. بالتأكيد نتلقى عفوا بعض الصعوبات ميدانيا، إلا أن التزامنا بقوانين الجمهورية يكون سيد الموقف، بالإضافة إلى أن الاحترافية والتفاني في العمل هو شعارنا في تنفيذ المهام القيادية. وكل راحتنا بالطبع هي تقديم خدمة أمنية للمواطن من خلال حماية أرواحهم وممتلكاتهم والسهر على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية. حد هميسي عنوان للشرطية المثالية والشجاعة في تأدية مهام مسندة إليها وفق قوانين الجمهورية تحت عنوان عيون لا تنام والشرطة سيدة المكان.